علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قصص كيسي عجيب كهو حكم لها حبيب بوحى ليري غير كيسي أيا قاجك وبريد قولي دي سشن قفا كون نولا السجا يا زوجي سي فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا لبدي سي ويل حسن يا حسين يا حمران لله أورنج ري وأذون كيساها قاجي كبري الهبين دي واحد عمره مالك صبح بكو وابو بري يا فاطمة بنت رسول الله قو ايدي ودي بتا وحيتي تسوق النوك يا رسول مرضي وقاضي وسوق وقايو لح درهم لح شرم وكبري لحد درهم مركو الله سوى الله عبتين وصوى صعوده غير كيسي وحالة قرية وباهم بوصوى صعوده أيوه وصوى مري قلو غير كيسي بكار دارن ودور بري أوح علم وقاجر نتوكا بحيث وفيري لحد درهم وفرت كسا وكاسو صوى نقا غير كي معاك الله قا كيسا صلو حالة وقاضي شلق وحب الله معوني ما انتو ويباهيين لفاطمة بنت رسول الله برد يقوس ويبدأ يلوك على عقد هذا واقف واقف نحسن سوى سلاح غليل وحكوري من نيل حلوة يا كوري ومنية قال نبو يا أبا الحسن أتشتري مني هذه الناقة هشام يقول كذا نيسا وقال نعم وقال كذا لها لو كان عندي ثمنها هذا لعبه هي وقال كذا لها لكن لعبه ما هي وعليا وحبك بمله قاضو مر على مرك العقد هذا الشيء كم وكاسو بياي ساسو يا ها بس ما قال هيك كذا يا سام 100 درهم بقول درهم هاشي مصاك حس مر بكسو تريني في حوالا وسوس عدني كلا كوريم يا أبا الحسن أتبيع هذه الناقة أجمنيبة ونحن نعم وأيب ما قال قصر قبل ب100 درهم أنا أشتريك منها ب160 درهم وقال لي لحد الدرهم بالكاسين يا بالكاسين نعم إيجاسي لو هو هيستوى مال الدين بقصر قال هاش إذا زوما بقول بقصر قبل لحد بالوصع زوما فإذا بقول لي لحد كيف وفرت كسر وكسر نقاط إنتو نهير في جارين نيجي كلا كوريم يا أبو الحسن أين الناقة هاشي أو وأنا قلت هاشي وميات قلت ها دم اللي عدت يديسي بقول كيف مبرت كسر لحدن كيف مبرت كيس إلا سؤال يقول كلا سؤال لحدن كيف مبرت كلا سؤال فصبها على حجر فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم سوسة سعودية والعكس نبتة إلى قشوي فأخبرها القصة مكان القصة ده هو ورم فقال وحيي يا فاطمة تاجرتم على الله ب6 دراهم إلهي بوحن تجارة كل قلي لحشلن فأربحني ب60 درهم لحدا بإلهي يقدر فائدة شلن كيما محب فائدة طبعا شلن كيما سقال بالله قدر طبعا لحب بحية لحدا بالله قدر مركز واحد رئاب من أفرح ذي لعبت محقوصة وقدر ما ينوعوني ما ينوع إلى أن نبقى أشياء صلى الله عليه وسلم نبقى أقصد أشياء لنا مركز النبي وحقوية صلى الله عليه وسلم أول رمي يا علي تاجرت مع الله فأربحك إلهي با تجارة لك شيء فإذا تيراته كسي تقفك إلهي تجارة لك ما إنه فائدة ولا شكل هذا يقين لا هاي وغالي هذا يقين لنا لا يبقى بلن قاعد يقفقه بحيره بدلين شو ما كبض انه بدلين هو الله بي حسن هو بعشر امثاله طبون بال الله بي مركز النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اعضيت 3 لم يعدهن غيرك صدح ذا الوسية ان عدك لا لسيح لك زوجة سيدة نساء اهل الجنة ولك ولدان سيدا شباب اهل الجنه ولك سهر هو سيد المرسلين عجيب
حاس بعد لا لا يدمر كجنة أوخ فضل بلان بعد ما بد رسول الله لما ويل بعد لا لا هاي سيدا شباب أهل الجنة أهل الجنة رجع له أوخ فضل بلان حسن الحسين ود سهر بعد لا لا صدر هو سيد المرسلين أنت إلهي صدر أوخ فضل بلان وأنا محمد صلى الله عليه وسلم فاشكر الله يا علي واحمده بما اعطاك واولاك برسول بكل صلى الله عليه وسلم. مكة علي بن ابي طالب